قال رئيس وزراء العراق حيدر العبادي إنه سيتخذ إجراءات إذا تعرض أي مواطن لاعتداء بإقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد. ما راح نوقف متفرجين إذا صار قمع المواطنين. أنا أقول لن نقف متفرجين. المواطن العراقي مواطن عراقي في كل مكان. إذا صار خلق واعتداء على مواطنين بشكل خارج الدستور وخارج القانون سنعاقب ذلك الذين يعتدون.